ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طاجن صغنون كده، كوسه بالفراخ. الكوسه من الخضروات المفيده جدا جدا جدا. انا عن نفسي بحبها جدا، مع ان في ناس ما بتحبش الكوسه. الكوسه حلوه قوي، خفيفه على المعده، طعمها حلو. لو خدنا على طعمها واخدنا ولادنا على طعمها بجد طعمها حلو، وهتعجبكم قوي ان شاء الله. وكمان الاكله المفضله للرسول صلى الله عليه وسلم كانت هي الكوسه. انا ابتديت احبها من كده بصراحه، لما والدتي كانت بتقول لي اكتر اكل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحبه هو الكوسه. فانا ابتديت من ساعتها ابتديت اكلها، وبعد ما اكلتها حسيت ان هي خفيفه جدا على المعده، مفيده جدا للقلب. فيعني الكوسة مليانة من العناصر الغذائية، فأنا كمان بحب أكلها لولادي قوي. هعمل طاجن صغير كده كوسة بالفراخ إن شاء الله. عندي هنا ربع كيلو بس من الكوسة، قطعتها حلقات بالشكل ده، بس نسيبها تخينة شوية. أنا بحب الكوسة حجمها ما يكونش كبير قوي، يعني في كوسة بتبقى أكبر من كده، مش بحب حجم الكوسة أكبر من كده بصراحة. بحب الحجم ده، بيبقى حلو، و مش بحس ان الثمره نفسها واخده رش او كيماويات مخليها تكبر بطريقه مبالغ فيها يعني بصراحه. دي نص كيلو من الكوسه، عليهم ربع كيلو من الطماطم معصوره ومتصفيه كويس، ودي بصلايه صغيره قطعتها كبير شويه بالشكل ده. والتوابل اللي هحطها عليها ملح وفلفل وبهارات، بس مش هحط عليها اكتر من كده. انا هعملها في طاجن، بس الطاجن طبعا ما بيتحطش على النار مباشرة، فخلي بس الطماطم كده تتسبك شوية في طاسة مع الكوسة والبصل والتوابل، وبعد كده هنقلها تاني في الطاجن. نحطهم بقى مع بعض، نجيب الطاسة كده، احط الكوسة بالشكل ده كده، بعد كده هحط عليها التوابل على طول والبصل، كله على بعضه كده. أكلة ظريفة وخفيفة وسهلة علي أنا كمان في عمايلها بصراحة. بعد كده أجيب الطماطم، بسم الله الرحمن الرحيم، بس كده احطها على البوتاجاز. وكل ما هتحتاج اقلبها، بس ثواني هقلبها بالشكل ده عشان التوابل. اما تحتاج شوربه احط لها، بس انا اعتقد ان هي مش هتحتاج شوربه لاني مش هسيبها كتير على النار البوتاجاز. انا هنقلها على طول في الطاجن اول، بس ما الطماطم تخش شويه في التسبيك، بس كده نروح نحطها على البوتاجاز. معلش نسيت في المكونات بتاعتي نحط معلقة من السمنة. انا حطيت هنا دلوقتي اهو، ساحت شوية مع السخونية الطاسة، بس كده نسيبها بقى تتسبك شوية، وبعد كده هنقلها في الطاجن. وهنا عندي انا بسلق الفراخ اهو. اول ما الفراخ هتستوي ان شاء الله هيكون الكوسة خدت غلو على النار، وبعد كده نحط الطاجن بتاعنا في الفرن بإذن الله. بصوا هنا خلاص الطماطم معايا اتسبكت شوية، هنقلها بقى في الطاجن وادخلها الفرن. نقلت الكوسة في الطاجن وحطيت عليها الفراخ، والفراخ خدت كده من صوص الطماطم بتاع الكوسة، و حاولت اغطي الفراخ بالطماطم كده علشان تاخد لون حلو في الفرن. ادخلها الفرن على درجة حرارة تقريبا 200، ومجرد بس ان الفراخ تاخد لون هتكون الكوسة استوت، وبعد كده هبقدمها معاكم ان شاء الله. خلاص يا حبايب قلبي، الطاجن الكوسة بالفراخ طلع من الفرن، ريحته حلوة جدا، هيعجبكم قوي لو جربتوه ان شاء الله. لازم تحببوا ولادكم في الكوسة لازم، والله مفيدة جدا ليهم، ويا رب يكون الطريقة سهلة عليكم وبسيطة، واكيد مش هتاخد منكم وقت خالص في المطبخ، هتخلصي اكلك كده بسرعة بسرعة.
وبس. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة. باي باي. بقى